حاجة رقم قص. أنا بسأل، أبلش؟ شو اسم لباس التايكواندو؟ دابو. صح. كم ميدالية أولمبية حصل الأردن بالتايكواندو؟ واحدة. لا شيء. سبعة. شو عاصمة بلغاريا؟ بلغاريا. صوفيا. صح. كم مركز تايكوندا في الأردن؟ اليوم سمعتها 100 و150. شو هو نوع السيارة الأكثر مبيعاً في تويوتا؟ كامري. غلط. سيارة. غلط. عارف تويوتا هو سبونسر زي كورولا. كورولا أكثر مبيعاً، معروف يعني. اسأل أي حدا. لا، واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. ايش 3 انواع سيارات تويوتا هايبريد؟ كورولا، سي اتش ار، كامري. هذا السؤال، الاخطبوط عنده كم قلب؟ طلعت. صح. الوان علم اليابان. احمر وابيض. صح. اللي قرأت لبنان. كم سنتيمتر في بالمتر؟ انا عارف انا الجواب ده بقى. ايه الجواب ده؟ 100 سنتيمتر. صح. انا شاطر. شو عاصمة ايطاليا؟ ايطاليا؟ ايطاليا روما. على فكرة معلوماتي القيمة أكثر مني. طب بنقدر نسخر كونشن شوية هذا؟ السؤال مثلا متى مرحلة تطوير الإنسان؟ منذ الجاهلية. ايش 5 اكلات مشهورة بالأردن؟ منسف. منسف منسف أكلات. منسف منسف. مقلوبة. كبسة. غلط. اشرب كاسة المي ب7 ثواني. مربوط دقيقة. ايه؟ يلا. انت بتسأليني سؤال من مخك لولبي، اذا جاوبت عليه بفوز. عدد عيد مش انا. عدد 3 من اشهر واهم الكتاب العرب. افلاطون. مش عارف يعني حكيتك وقف تاريخ من زمان. ابو درويش. يا خرابي. فزت. لا يا الله اشعر. سؤال الاولى بي شفت كيف على السريع. خلاص.